أيها الإخوة، أيها الأخوات، هذه أهم السنن النبوية في يوم عيد الأضحى، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ومن تمام تعظيمه أن نتحرى فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هذه السنن: أولاً، غسل يوم العيد تعظيماً لهذا اليوم. ثانياً، أن تلبس أحسن ثيابك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل يوم العيد بأحسن ثيابه. ثالثا، أن لا تأكل شيئا حتى ترجع من المصلى لتأكل من أضحيتك إن تيسر لك، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم عيد الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، يعني ليأكل من أضحيته. ثم رابعا، أن تخرج إلى المصلى مع أهلك وأولادك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء حتى الحائض بالخروج إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ثم أن تخرج من بيتك وأنت تكبر الله تعالى بصوت مرتفع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأي فوز أكبر وأعظم من الفوز في هذه الأيام؟ فيوم عرفة أكثر ما يعتق الله تعالى فيه عباده من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم إذا وصلت إلى المصلى تستمر في التكبير حتى تصلي العيد، ثم إذا رجعت من المصلى ترجع من طريق آخر غير الطريق الذي ذهبت منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد إظهارا لشعائر الدين وحتى يشهد لك الطريقان. ثم ترجع إلى بيتك وتذبح أضحيتك، تأكل منها وتقسمها على أهلك وعلى إخوانك الفقراء والمساكين، وتنشر الفرحة والسرور يوم العيد، تبر والديك، تصل أرحامك، توسع على زوجتك وأهلك، ولا تنسى الاستمرار في ذكر الله وتكبيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.